بسم الله الرحمن الرحيم. بن عمارة تفضل، 4 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للدستور متاعنا اللي قاعدين نكتبوا فيه، هو من أهم الأشياء اللي ممكن فهمتها معناتها تكون حاضرة في أذهاننا، هو أنه نريد فهمتها إرجاع السيادة للشعب في كل أموره، بما معناه أنه ما فماش معناتها ما يلزمش يكون في دستورنا سلطة، أي سلطة فهمتها مرتفعة على قرار سيد رئيس. طيب، نستمعوا لبعضنا رجاء. طيب، وبالتالي أنا لاحظت صراحة أنه معناتها السلطة القضائية بالشكل اللي قدمت لنا، يعني هي سلطة خاصة المجلس الأعلى للقضاء معناتها في الـ في الـ في الـ في الدولة القادمة فهمت، معناتها كل شيء ممكن أن يحل، رئيس الجمهورية ممكن أن يقال، المجلس النيابي ممكن أن يحل إلى آخره، إلا المجلس الأعلى للقضاء فهمت لا يبدو أنه ما فماش حتى طريقة فهمت حله، لو هو فهمت لا حاد عن الطريق. وأنا واقترحت هذا فهمت لأنه المجلس أو المجلس النيابي الذي معناته يمثل الشعب له الإمكانية فهمت لا في حالة الضرورة القصوى فهمت لا أن يحل المجلس الأعلى القضاء، وكذلك حتى المحكمة الدستورية، لأن لا يمكن فهمتلا معناتها أن نكون أي جهاز في الدولة فهمتلا أعلى من إمكانية فهمتلا حله إذا تجاوز الحدود بتاعه. النقطة الثانية اللي حبيت نوضحها هي قضية بالنسبة للمجلس المجلس الأعلى للقضاء، أنا أوصي أن يكون فيه اللي هم من غير القضاة أعضاء من المجلس النيابي، يعني بما معناه أنه الناس الشعب كذلك مرة ثانية يجب أن يكون متواجد فهمتلا في هذه الهيئات لكي يتفاعل فهمتلا ويسمع ويعرف فهمتلا شنو اللي قاعد يصير في هذه المجالس العليا. كذلك بالنسبة كذلك لإدراج الشعب في نفس دائما في نفس المنظومة الفكرية فهمتلا، ماذا بينا إذا كان يصير فيه ماهوش معناتها المجلس الأعلى للقضاء ما يصيرش فيه فهمتلا معناتها 3 مجالس العدلية، وإنما يضاف إليه حاجة ما نعرفش كيفاش ممكن نسميوها، كما مثلا ديوان المظالم، بما معناه أنه نمكن الشعب ونمكن المواطن إذا معناتها لم يقتنع أو معناتها مر على أعلى مستوى للقضاء وهناك فهمتلا معناتها هضم لحقه أن يرجع إلى ديوان، والديوان هذا يكون متواجد في المجلس أعلى القضاء لكي فهمت يناقش ويقدم تقرير سنوي مثلا على سير القضاء العدلي والمالي والإداري فهمت لا بالنسبة للسنة هذيك. هذه أهم النقاط اللي حبيت نذكرها، وأنا قدمت فيها بعض معناتها مقترحات. والفكرة الأساسية دائما الفكرة الأساسية هو أنه في دستورنا القادم الشعب يجب أن يكون موجود، الشعب يجب أن يكون ممثل، والشعب يجب أن يكون له الكلمة الأخيرة. وأنا أقول أنه فهمت المجلس المجالس التشريعية ماذا بيها حتى ما نسميهاش مجلس تشريع، هو مجلس نواب، هو نواب الشعب، يجب أن يكونوا فهمت في كل المستويات قادرين على أن يعزلوا، على أن يحلوا، على أن معناتها يتمكنوا من فرض سلطة الشعب فهمت في كل واحد. وإحنا إن شاء الله نرجعوا في هيئات ثانية كذلك فهمت سوف يكون لنا نفس الملاحظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.